106 هو عدد الأعمال المتنافسة على التتويج بجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية في طبعتها الأولى. الجائزة جاءت بهدف ترقية اللغة والثقافة الأمازيغية وتأكيد مكانتها كإحدى الركائز الثلاث للهوية الوطنية. هي تعبر عن مدى الاهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية في سبيل تطوير وترقية الأمازيغية ضمن إطارها الوطني وبمختلف تنوعاتها اللسانية، والتي تعكس ثراء قل نظيره في العالم. هذا الثراء الذي يعبر بصورة صادقة على التنوع الإيجابي الجلي بوضوح في بلادنا. المنافسة شملت 4 فئات: فئة اللسانيات، التكنولوجيا والرقمنة، الأدب المترجم والنصوص المكتوبة بالأمازيغية، إلى جانب فئة التراث الثقافي غير المادي، حيث ضمت الأعمال المشاركة مختلف المتغيرات اللسانية لتمازيغت. القديش ماشي سكير هذا ليس سميس أزوير غارية على بازن تسنيلست استعرف دينا زمان دينا مقدمة إلى المدارس اللغوية هذا ليس ماشي زمان سفيديني المدن كسداويت ويدي غار التمازيغ ورزقي ديني سفرح نمي دين الفا يمي دماغي يسوين جسنا نير نتو ثلاث التيران ستمازيغ ميلانس وقسقي كان 106 يتفسكين سم زواروث ذني فانيس قوس نديت الدون ذي لين متصل عيد سكين دوا وشان نوم شان يتمازيخت دوا الرس دوا سرسيس ماني غادي يلزم التيلي. جائزة رئيس الجمهورية للأدب الأمازيغي التي تزامن الإعلان عن نتائجها مع احتفالات رأس السنة الأمازيغية تأتي كقيمة مضافة في الساحة الثقافية من خلال تشجيع البحث والإبداع الأدبي باللغة الأمازيغية.